هل احنا قدام كورونا جديد ولا تحورات؟ ايه اللي بيتكلم عليه الصحه العالميه النهارده على انه في ظهور فيروسات جديده بما فيها نيو كوفيد، وقال انه خطورته لسه احنا بندرسها. قال ان هم بيتعاملوا مع هذا الامر وانهم اطلعوا على المواد اللي نشرها علماء في الصين بشان اكتشاف فيروس جديد. ايه الحقيقه؟ هو لحد دلوقتي الصوره لم تتضح تماما عن نيو كوف، هو يعني قصدهم نيو كوفيد. ولكن حكايه ان يحصل تحورات جديده يا استاذ احمد احنا متوقعين، وكلمت مع حضرتك كثيرا في هذا. كل الفيروسات اللي في الدنيا قابله انها تتحور وتدي اشكال جديده حتى تتهرب من مناعه جسم الانسان او مناعه او مقاومه الادويه اللي هي ممكن تتاخد في هذه الحاله، وايضا مقاومه اللقاحات. فسيادتك التحور وارد لانواع كثيره جدا، وقد يكون اللي اكتشف او ذكر او سمي من هذه المتحورات اقل بكثير جدا من المتحورات الحقيقيه. لان مش كل دول العالم بترصد التحورات او بتسجلها او بتكتشفها الى هذا الفعل. كون بيظهر فيروسات جديده ده وارد جدا. وقد يكون ايضا من مجموعه الكورونا، لان مجموعات الكورونا التي لم تظهر حتى الان ولم تؤدي الى اوبئه او الى امراض، في لسه في منها كذا نوع. يعني احنا في الجيل الثالث من الكورونا، لكن لسه في 4 و5 و6 و7. فخلينا نتابع. انما يعني احنا، ودي نقطه مهمه جدا، نترقب، نحترز، نتابع، نرصد، واي حاجه جديده نتعامل معاها حسب ما الدنيا كلها تتعامل معها. طيب سيادة الوزير، نقدر نقول انه سلاله جديده ولا وارد جدا تكون هناك سلاله جديده؟ يعني هي لسه الجزء العلمي الدقيق اللي احنا بندرسه ونرصده لسه ما ظهرش. ولسه ما اتكلمناش عليه علميا او المجالات العلميه او الابحاث العلميه العالميه. لكن المتحورات وارده جدا. هل هيظهر فيروسات جديده؟ طبعا ممكن. يعني حتى الانفلونزا العاديه بيطلع منها انواع جديده. هي انفلونزا A او B، لكن ساعات بيطلع انواع جديده. انما حكايه النيو كوف دي خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، هيقولوا ايه ونتكلم. طيب انما وجود متحولات وارد حاجة. وارد. طيب هم بيتكلموا على الخفافيش. حتى هذه اللحظه احنا بنتكلم هي الخفافيش يا فندم هي مصدر كل انواع الكورونا اللي جت قبل كده واللي جايه بعد كده. واللي جايه بعد كده. يعني سيادتك اول مره في 2003 2004 اللي كان اسمه سارس. تفتكر حضرتك؟ نعم طبعا. كان ده نتيجه جاي من الخفافيش ليه انتقل الى حيوانات في الوسط وبعدين راح الانسان. 2014 طلع متلازمه الشرق الاوسط كان كورونا وجاي من خفافيش الى الجمال الى الانسان. الكورونا الحاليه اللي احنا العالم فيه وباء، كل الاحتمالات او الادله بتقول ان جايه من الخفافيش وانتقلت الى حيوانات وسيطه في سوق وهان ثم انتقلت الى الانسان. انفلونزا الخنازير ما كانتش كورونا، لكن كانت انفلونزا ايه وانتقلت من الخنازير الى حيوانات متوسطه او ناقله ثم الى الانسان. فدي قصه متكرره وسوف تتكرر. اشمعنا ليه الخفافيش علميا؟ لا هي هذا النوع من الفيروسات اللي هو الكورونا اصلا منبعه الخفافيش، بيبقى متواجد في الخفافيش.